وتويكا باش نحكي مع انيسه الوابح كيما كلنا نهار اثنين مع الفقره بتاعها باش نحكي على تقنيه قشور العظم. بيان سور التقنيه هذه كنا لانسيناها من نهار 30 اللي فات، اللي يقول قشور العظم يقول كيفاش هالتقنيه وكيفاش نجموا نستعملوها باش نعملوا حاجه هكا. مرحبا سعيد، عايشك وبكم بجميع المشاهدين واوفياء قناه حنبعل. التقنية هذه قديمة وحاولنا أن نرجعوها وسهلة برشا. دونك قشور العظم إن فوا تصمت عظم وإلا حتى وهو ني مش بضرورة طيب، فهمت؟ دونك العظمة برك أنه تحاول أن نحيولها نفخوها، نقولوا احنا شوية في الماء باش نحي الممبران هذية، خليت هكا بالعاني باش تشوفوها ما يعملش ريحه معناتها من نظ... ولا احنا لا احنا مغسوله ما تعملش فيها شريحه بالكل، معناتها مش ني وخرجنا مش ني، لازم نطيبوها. جنسيست تنجم تطيبها تنجم لا، فما شكون كي يطيبها يحط شويه كولورون باش تبدل اللون. برك جنسيست انه القشره هذه هي اللي تتنحى من العظمه باش نجم نخدموا التقنيه نتاعنا بكل نجاح. خاطر الشيف لمي عندها العظم باش نعملوا به الديسير، معناتها ما نسحقوش خاطر ماهيش باش طيب. تري بيان، وشفنا خلينا مثلا بلاتو بلاتو باغ اكزومبل ياكل ابوبري ثلاثة قشور نتاع كعبات عظم. معناتها ثلاثة كعبات عظم. ياكل اي فوالا ماهيش. شفتوا كيفاش الكوجينا نجموا ندخلوها بالنسبة للتكنيك تاع اللي جيبهم لنا انيسة. دونك أول حاجة باش نحاولوا نشوفوها أنه أرتيكل كيما هكايا أون بوا. لازم بوا. لا ماهوش لازم اي سوبور، هو محمل. المحمل يكون فخار، يكون بلار، يكون خشب، ولا حتى مثلا اواني مثلا نحاس ولا حاجه اخرى. بيان سور نتصور اللي التقنيه هذه تستحق معناتها حاجات معينه باش نخدموا بهم كول ولا الكول هو ولا حاجه. الكول هو بريمورديال يعني اساسي. فما سبيسيال معناتها حاجه لا كل ديكوباج هو نفس الكول اللي نخدموا به اللي خدمنا به التقنيه تاع ديكوباج. اي نفسه فيه. هو بيدو. دونك اول حاجه قلنا انه ناخذوا الكول. باهي هنا باش نتالي الكول مانيش باش نتالي بكونتيتي كبيره، خاطر هو نورمالمون نهز كونتيتي كيما هكايا لين نشوفوا ابيض الكول. علاش؟ على خاطر اذا كان باش نعمل التقنيه نتاع قشور العظم والكول يبدا ابيض التقنيه ما تتشافش بالكدا بالكدا. دونك هنا ناخذ الكول كيما هكا نستومبي كيما الفاسون اللي شفتوها هذيا يسمى استومباج. بعدين ناخذ قشره العظم وكي نحطوا هكايا ننزلوا كي ننزل بيدي منها تلصق منها تعطي افي نتاع كراكلاش. معناتها نكسروها وقت اللي احنا نلصقوا فيها باش تعطي لف. صحيح. لفي بتاع الكراكلاش. تعطي افي دو كراكلاش كيما شفت هكايا واني ننزل عليها وهي تلصق. فوالا تلصق وتعطينا افي دو كراكلاش. باش ناخذوا كل افي باربيي معناتها بتاع الحاجه اللي ماهيش ماهيش مستويه وماهيش تبدا الياتوار. إذا كان شكون يحبها منظمة زادة كيف كيف تنجم تخدموها بطريقة منظمة. كيفاش منظمة؟ منظمة أنك تفيها شوية وسع بال، يبداو صغيرات كيما هكايا وأنت توسع بالك. صحيح كينو موزايك إفادو موزايك بالضبط. هذه ما نخليوش فراغ معناتها. هو دو بريفيرونس تخليه فراغ. لا بالنسبة للمنظم للي يحب المنظم. أي المنظم تولي ما تخليش فراغ هكاك، هي حلوتها في أنك تخلي فراغ. دونك هكايا ونمليو الفراغات. لطو اللي قاعده تخدم في التقنيه هذه خلينا نوريهم شنو جبت لنا بالنسبه اللي في تاع الكاي تاع العظم. دور مع شفتوا اللي في كاينها ماهيش قشره عظم لاصقينها بيان سور وعملنا عليها حاجات اخرى تو تحكي لنا عليهم انيسه اليوم كالعاده. انيسه راهو كاين بعد ساعات نبداو نزربوا. باهي دونك ليتاب هذيا نقولوا ليتاب هكا نخليوها تشيح. قداش؟ نخليوها تشيح على قليله ثلاثة سوايع مينيموم. ثلاثة سوايع لازمها وسع بال من الخدمة هذي. وسع بال في تحضير العظم، وسع بال في التلصيق. لازم هكاك وسع بال يبدا عندنا موجود. هذيا تويكا سي مخدومة وشايح. دونك شنو اللي خذيت هذيا توا؟ خذيت لاكريليك بلون. لاكريليك بلون. اي لاكريليك بلون هو اللي باش ندهن به. نجم بنفس البانسو ولا نبدل لاكريليك بلون ريان كو باش نعطي اللون الفساد
ظاهرة هذه بيضة. علاش؟ خاطر أنا باش نعمل تقنية بابي سيرفيات فوق منها. دونك هكا شفتوا ماهيش صعيبة. هذم لي زيتاب. يمكن بالضوء مش قاعدين يشوفوا يظهر لكم كاينه تحطات. هكا خير؟ لا سي بون قاعدين نشوفوا اللي هاكا لي زيكاي قاعدين نشوفوا فيهم بيان سور ظاهرين. احنا باش نمليو الفراغ من ناحية. نمشيو فوالا هذاك شنو باش نعمل احنا الهدف نتاعنا انه نمليو الفراغ. باهي مانيش في نكمل ليتاب هذه للاخر. هذه تويكا ليتاب نتاع احنا عملناها بالبلون سي. شيح. صحيح. قداش يقعد الاكريليك بالشيح؟ الاكريليك ما يقعدش برشا خاطر اي برودوي اباز دو ما يقعدش ما ياخذش علينا برشا وقت. تو باش نعملوا الكولاج. صحيح. لي بابي سيرفيت عندكم اختيارات كبيره تلقاو برشا انواع. اي فما شوا كبير تو في البابي سيرفيت. ماهيش بابي سيرفيت سبيسيال يعني حتى اللي تلقاوها بابي سيرفيت باغ اكزومبل موجوده في لي جراند سيرفاس. المهم حاجه مزيانه اللي انتم تعجبكم. برك البابي سيرفيت فيها ثلاثة ورقات للجماعة اللي يعرفوا البانتور. الورقة الأولى نحيوها، الورقة الثانية كيف كيف نخليه، وكان شيء الورقة الأخرى هما ثلاثة ورقات. دونك الورقتين هذوما نحيوهم ونخدموا كان شيء بالورقة الأخرى بالكل. باهي البابي سيرفيت نخدموها فوق القشور العظم اللي عملناهم بالبلون. نجي هنا باغ اكزومبل ونختار بوزيسيون اللي باش نحط فيها البابي باغ اكزومبل. هذه توا ناخذ الكول ونلصقها بيان سور نعدي فوق ال احنا شفنا البابي ديكوباج. بابي ديكوباج عملنا كول تحت منه وكول فوق منه. هذه لا هذه نعمل خفيفه خاطر الورقه. صحيت واحنا زدنا خففناها باش كيف نحينا لي دو مومبران اكسترن هذوك. دونك بالتقنيه بالفاسون هذه احنا نكونوا بالفاسون هذيا النجم نلصقوا البابي سيرفيات اللي احنا هنا نمشيو للمرحله هذيا. المرحله هذيا شنو اللي نستحقوا؟ نستحقوا لو فيتراي اللي باش يعطي الكولور اللي اخترتها انت. يعطيك الصحه. قاعدين نشوفوا في حاجه اخرى خدمناها بالنسبه لل الكاي تاع العظم. هوني اخترت اخترت دي كولور اخرين تاع قشره عظم هوني. اي هذيك لوف دو كاي لعظم السمان. هاوكا اي نوع تاع قشره عظم سواء كان سمان سواء كان اي برشا. العظم العربي باغ اكزومبل العظم العربي اي عنده كولور سبيسيال. اكزاكتومون ما يعطينا نفس ماهوش نفس التون كيما العظم السوري. دونك بروفيتيو مي خليو قشور العظم نعرف اللي حاره العظم العربي توا سي با لا بورتي معناتها. لكن بيو كومان بيو احنا به. شنو اللي خذيت هنا؟ خذيت فيتراي برودوي اللي لونوا به البلار. الكولور ان كولور لو ميديوم ان كولور جوست حطيت فيه قطره صغيره في الروج. اما نخليوه ديما ان كولور. باش نعملوا بال نخليوه على ترونسبارون باش نستامبيوه. اكزاكتومون. دونك ناخذ ليبونش هنا ونعملوا استامباج. دونك الطريقه راهي سهله ماهيش صعيبه. اون فوا عندك الكول لاكريليك بلون قشور العظم بالطبيعه هذوكم الباز وبابي سيرفيت اللي تختارها شنو اللي تحب عليه تحب عليه شنو اللي مواتي ديكور. اوكا هاو به في كي نخدموا بالبلار هكاي على الفخار والا على اللوح ما نستعملوش الفيرني على خاطر ديجا هو كولور ايمايي منها فيها فيها اللقا وفيها ليماياج. داكو أو شنو ليتاب اللي بعد؟ هي هذيك هي كملنا هكا كملنا. نجمو نستامبيو الانتيريور لكن في الاخر تحصلنا خاطر سالت هوني على خاطر نحس اللي فما كيلكول فوقه ولا لا؟ لا لا ماهوش كول على خاطر هو يحب له. شفت ليتاب الاخرى اللي هو الفيتراي يحب له ثلاثة ايام باش يشيح ثلاثة ايام تواجور. لي برودوي اباز دو المكون الاساسي نتاعهم ما ساعتين ماكسيموم يشيح امور واضحه. بار كونتر لي فيتراي تواجور يعني 72 ساعة باش ينجم يشيح افون. بيسك هذيا فيها برشا واسع بال ما نشاركوش صغارنا صغيرات. لا لا في الفيتراي ايفيتي اما نتحصلوا على حاجات حلوين مزيانين ان شاء الله نالت اعجاب الساده المشاهدين. اكيد اكيد حاجه حلوه برشا ويكونوا ميكروفون صعيبه هاكو شفتوا. دونك سي با سي ديفيسيل.
دونك هذه طريقة القشور تاع العظام اللي قلت لنا عليها الأسبوع الفارت. أنا شفنا كيفاش نجموا نتحصلوا على حاجات حلوة برشا ونجموا نعملوا بها العديد من المحامل كيما نشوفوا لي بلاتو كيما نشوفوا الكوربي كيما نشوفوا ما نعرفش شنو نسميها مثلا بوخت أي بوخت أف. دونك هذه الطريقة فنجموا تعاودوا تشوفوها وتتابعوها. أنيسة الأسبوع القادم على شنو باش نحكي؟ إن شاء الله نخدموا على البات سيراميك عجينة السيراميك عجينة السيراميك سيراميك كيما اللي نعملوا به الفايونس لا لا سيراميك هو الفخار فخار داكور بالبات وكيفاش نخدموا لي رولييف داكور.